وصلنا إلى منطقة تلفريك جبالة، وفي منتزه وشلال وحركات حلوة كذا قدامه، وهنا الطلعة لين فوق. هذا هو المدخل، وبنشوف كم أسعارهم وهذا السوالف، وبنحاول إن شاء الله نروح على كل الليفلات. هنا المدخل الرئيسي للتلفريك، وهناك تلاحظوا ذاك الفندق الريفر سايد قفقاز. هذا التلفريك وفي 4 مراحل، للأسف المرحلة الثانية مغلقة فلازم نروح لها عن طريق الباص، وهناك الباص. أخذنا المراحل كاملة انكلودينج الباص، يعني مع الباص ومع ذاك مع التلفريك، وقيمة الشخص 17 منات. المحطة مجهزة تجهيز، لأن أكثر أهم مكان لها هو السكي اللي هو التزلج على الجليد، فكل المعدات ممكن للرنت الإيجار، في حتى اللوكرات والأماكن يعني هذاك واللبس، أي شيء تبغى تستأجره من هنا ممكن تستأجر كامل من الجودي. إيجار ممكن من كل شيء، من حتى من الحذاء لين الملابس لين المعدات لين حتى الخوذة، كل شيء عندهم. أما الفترات اللي ما فيها جليد مثل توي، يعني مثل ما فيها ثلج، ممكن تستأجر أشياء ثانية مثل الدراجات الهوائية، السواكل، في أشياء ثانية هناك. في بعد ألعاب ثانية مثل تنس طاولة، بليارد، لكن يعني خفيفة، أشياء صغيرة وحبة حبة بس، وقت الزحمة تلقى. أشياء ثانية للإيجار مثل هذه، ما أعرف إيش اسمها، وأنواع مختلفة من السواكل، وأشياء للأطفال بعد هناك، سواكل للأطفال. أجواء جميلة جدا، والمكان هنا وايد حلو، وهذا من أفضل الفنادق اللي ممكن الواحد يسكن فيها اللي هو ريفرسايد قفقاز. الحلو في ريفرسايد قفقاز إنه مباشرة على التلفريك، وهناك بتشوفوا ورا ما أعرف إذا يبين الألعاب ممكن هناك تشوفوها هناك بعد ورا اللي هي جبالة لاند، وهذه فيلل تؤجر هنا في القفقاز ريفرسايد للعوائل. يلا يلا روح يلا 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 روح ادريس، وين رايح؟ عارف انه ما صدق، قلت له انه هو سكن سيف. من التلفريك، وهذا من اجمل اشهر المناظر اللي دائما يصوروهن لقبالة اللي هو هذا النهر. شو المناظر؟ تكلمنا عن السكيتنج هناك، شو هنا في مدرج الظاهر للسكيتنج للنزول، لكن وقت الثلج دولة. هنا بعض الماء اظن من ذوبان الجليد على ما اعتقد. هين نوصل؟ عند السحاب. بندخل داخل السحاب تو. ايوه. فوق. دخلنا داخل السحاب. ايوه. هنا في كافيه بعد. هنا المكان كنا صغير وما في اشياء كثيرة، واشوف هنا في فيلل، اتوقع انه تابع للفندق. في كوفي شوب وفي جلسات والمناظر، لكن المناظر على ذي الضباب ما تشوف منها كثير. بالفعل مثل ما كنت متوقع، هذا الكوفي شوب والريستورانت والفيلل اللي موجودة هناك كلها تابعة لفندق قفقاز ريفرسايد اللي هم تحت، لأن حركة هذا الكوفي شوب والريستورانت ما هي سهلة، يعني حركة فندقة، شو كيف الجلسة وشبة الضوء جنبها على طول.
الحين ركبنا الباص ويا الشباب راكبين هناك ونتجهز للمرحلة الثانية. هذا من داخل الباص تعتبر سلسلة فنادق القفقاز هي من أفضل الفنادق في قبالة، وهي قفقاز جاي من جبال القوقاز لهذه الجبال. في هذه المحطة هو قفقاز ماونتن ريزورت، هنا ممكن تشوفه. هذا الكونكشن هو اللي مخترب، يعني اللي تحت الصيانة حاليا، ونحن كنا فوق كان المفروض ننزل من هنا، لكن صارت المشكلة ورجعنا وجينا بالباص. يعني كان المفروض نجي من هنا وتكون هذه محطة هنا ونطلع على هذه المحطة، والحين بنطلع من هنا. هذه المحطة هي محطة قفقاز ماونتن ريزورت، وهذا هو الماونتن ريزورت، جميل بإطلال تركيا. وهذا المحطة فيها ألعاب خفيفة للأطفال، صغيرة جدا يعني الأطفال الصغار. هذا الأرقام ما أعرفها، لكن هنا هذه هي المرحلة، وهنا في مطعم وكافيه دروجة. هذه صورة بانورامية من المرحلة هذه. وصلنا لهذه المرحلة والضباب ماكل مكان أكل. هناك شيء ستيك هاوس بعد. هنا مسوين حركات عن بيوت العصافير، لكن هي شلال مخلع. الله المستعان، جن. وهنا شيء جلسة بعد جنب بيوت العصافير وربعها وكذا. المكان صراحة بجو خيالي ومكان حلو. ها ايش فيها باكو؟ اهم شيء ان الخشم شكك يا طوله، خشم بونوكيو. بونوكيو ايش ذاك الكذاب. هذا الستيك هاوس، وهاي شبة الضوء وقت الثلج، ولا وعل ولا غزال ولا ايش ما اعرف. هلا رجعنا لكم. الحين عاد نهاية التقرير ونخبركم كيف عن هذا التلفريك، وايش الاشياء الحلوة وايش الاشياء ما حلوة. بشكل عام التلفريك حلو ومناظرة حلوة وهذه الامور، ولكن تنقص اشياء كثيرة. يعني فوق ما في مساحة كبيرة للمشي او هذه الامور، يعني ما في مطاعم مقاهي كثيرة، عندك خيار او خيارين بالكثير. ما في مساحة كثيرة للعب او التمشية او الراحة وكذا، لا مساحة صغيرة. هالمرة كنا وحدنا ما كانت المشكلة كبيرة، لكن لو كان العدد كبير وكان فيه ازدحام فما ممكن حتى تحصل يعني مكان مناسب حالك وحال ولدك. ولكن التجربة كانت حلوة، وبصراحة كل مرحلة يعني مشابهة للمرحلة اللي بعدها، ما في يعني في المساحة وفي الخضرة وفي المناظر، ولكن التجربة حلوة ورخيصة.